بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد قال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم صدق الله العظيم نعلن عن تشكيل كتيبة أبو بكر الصديق في محافظة دير الزور تحت راية الجيش السوري الحر ومهمتها الأولى حماية الشعب والمظاهرات السلمية من العصابات الأسدية حتى إسقاط النظام وتحرير سوريا والله على ما نقول شهيد تكبير الله أكبر